Who are you? إبراهيم كبداكي من مصر القديمة. وشنطة الهانم زي ما هي، مش ناقصة دبوس إبر. أنت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا، أصل أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفيه العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني، كبداكي يتسعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك هيدوسك. بس أنا هنا جاياك، مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. طيب خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام، هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا، حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. ما أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. تشتغل إيه؟ يا باشا أنا عاوزك تعتبرني زي أخوك الصغير بالظبط. أنا تعبت في الغربة دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعة ما جيت، لا عارف ألفو في شغلانة ولا عارف أطلع بأي مصلحة. أنا أساساً يا باشا طباخ مش حرام. وعملتش الموضوع ده غير مرتين. المرة التانية طلعتوا مصريين، قلت أنا وقعت بالسما وأنتوا استلقيتوني. لو تشوفني أي شغلانة معاك يا باشا، إن شاء الله أمسح لك الشقة دي. وبتفهم في إيه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ أي حاجة، شوف أي حاجة. أفضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعة، لو عوزتني في أي حاجة خدمك 100 سنة. بقول لك إيه يا باشا؟ أنا بقالي يومين ما أكلتش وجعان قوي، ما عندكش أي حاجة تتاكل؟ يعني لو شوية جبنة براميلي كده، شوية طرشي. خش. الله يكرمك. أنت حكايتك حكاية. يا رب يا ساتر. هنا جوان. أيوة أنا هنا. مبروك الشنطة. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوان يا ربتي. شكرا. كبداكي جعان، عايز حته جبنه برميلي او ترش كده في قتينه. خش خش خش، اقعد اقعد. ابو الهجر، ازيك يا ابو الهجر؟ ازيك يا سوكا؟ توحشاني يا ابو الهجر. بعد اذنك يا سوكا، انا عندي شغل. بقول لك يا ابو، احنا لازم نتجوز. يا سوكا انا قعدت مع فواز بعد ما انت مشيت وهو رافض خالص. احنا اللي هنتجوز مش هو. احنا نجيب الشقه والعفش وكل حاجه، ونحدد ميعاد الفرح ونتصل بيه، ولو هو شريك هيجي. انت شايفني كده يا سوكا؟ عايزني اتجوز من ورا اخويا وكمان ابقى ببلغه بميعاد الفرح؟ انا بالنسبه لك كده بعد اذنك. خدي بس يا ابله، طب حطي نفسك مكاني. وانا خربتها ولا ايه؟ انت ازاي تدخل واحد حرامي زي كده وتقعده هنا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده عيل غلبان. طب يا سيدي ما كنت تديله فلوس ويروح ياكل بره، انت بتدخله شقتنا ليه؟ ما تهدي بقى، في ايه؟ الله، من الآخر محتاجه. محتاجه؟ أنا عندي من النوايا دي في مصر كتير، كانوا بيخلصوا لي حاجات، والواد ده واقع عليا من السما، وشكله كده عيل جدع ومخلصاتي. حرامي وجدع؟ على أساس إن إحنا إيه؟ ها؟ ولا نسيت يا روحي؟ جراية ورا العنب. ما تهدي كده، ها؟ ده شغل. ماشي. بقولك يا كبداكي، أمر يا باشا. انت منين في مصر القديمة؟ من بطن البقرة. اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولبط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لما جرايه روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيان. لا انا اخري 10 غرز وروحه تفضل في كتته. ما نفسكش تترقى تساعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا انا شبعت، يدوم العز. انصرف. السلام عليكم.
عارف انا مش مصدقه ابدا ان انا بقالي شهر كامل هنا وان بقالي شهر ما عملتش كده يا نادر. هما بيقولوا لنا ما نقولش اسمه ولا حتى نفكر فيه. شكلك بتضحكي من قلبك يا صاحبي. حاسه ان انا خفيفه قوي لدرجه اني ممكن اطير. اكني كنت شايله هم كبير ورميته يا نادر. مش قادر اقول لك اي حاجه غير ان انا فخور بيكي. مش قوي كده. عايزه اقول لك ان في ناس هنا وناس ورونا صورهم بقوا حاجه رهيبه يا نادر بعد ما تعافوا. عاده انا ما بحبش كلمه تعافوا دي بس هما بيخلونا نقول كده. ان شاء الله اول ما اخرج من هنا عندي حاجات كتير مهمه لازم اعملها. زي ايه بقى ان شاء الله؟ زي ان انا حاسه ان نفسي اجيب بيبي. والله بتكلم بجد. ما كنتش متخيله ابدا ان انا ممكن اخلف واجيب اطفال يا نادر. يمكن عشان الوضع اللي كنت فيه بس دلوقتي فعلا نفسي اخلف. حاسه ان انا بقيت قويه وبقيت انسانه جديده، حابه الحياه جدا يا نادر. خلاص شدي حيلك اخرجي من هنا وجيبي عيال كتير قوي عشان يتنططوا فوق دماغك زي قطط بالظبط. ان شاء الله. ساره انا عندي سفريه كده وان شاء الله ما تطولش وارجع على طول. اول ما اجي نخرج من هنا على طول ونروح نعمل كل اللي نفسك فيه. ايوه غير البيبي بقى انا ماليش دعوه. نادر حبيبي انت ما ضحكتش عليا، فضلت واقف معايا زي ما وعدتني لحد الاخر. بجد انت احسن راجل في الدنيا. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. الحمد لله على السلامه يا ساره. جرايه ناني، قلت لي هجيب لك سوكه، لا منك جبتيه ولا منك سبتيني اشوف سكه القضاء والقدر معاه. ايه الحكايه يا ناني؟ الله يا اخويا، الحكايه شكلها كبير. انا رحت له الحاره لقيته هو وامه سابوها من غير ما يقول، مع انه عدى عليا بس ما قاليش. ده مفيش جنس مخلوق يعرف مكانه حتى الولا طاعون. الله الله الله، ده اللي مقصود بالموضوع ده بقى، ده بيتهرب مني. ما قلت لك يا ناني سيبيني عليه. اتفضلي يا ستي، كلها يومين ثلاثة وتلاقي بوستراته متعلقة على محل تاني، عارفة ليه؟ عشان صاحبه هيعكمه بقرشين. لا لا لا، مش سوكا اللي يعمل كده، بس شكل الموضوع كده فيه قلق، وأنا شامة ريحة مش حلوة. بس أنت اتقال عليا كده وأنا أعرف لك التيتا كلها. ماشي يا نان. استنى. حاضر. ما تأخريش عليا. يا بنت من هنا. مساء الفل يا فنان. مساء الهنا والسعد والعسل. والنبي يا فنان، انا كلامك يا اخويا كده بيرقصني بيرقصني من غير مزيكا. النبي يا بختي كلامي. ناني 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 وناني ناني ناني، اسم الجميل حب لساني دايما يقول وينادي ناني، دي عايشه في كياني حبيبتي ناني ناني. فنان والنبي فنان. انت اللي فنان. كنت عايزه اسالك كده سؤال صغنن. واحد بس انت تسال وقلبي والكمبيوتر يجيب. يا اخويا ما تعرفش عنوان سوكا الجديد فين؟ هو كان معايا بس انا ضيعته. انا ما رحتلوش بس هو قال لي عليه وصفهولي ومن ساعتها ما كلمنيش. يعني تعرف توصل له؟ يعني ماشي اعرف، هو برضه مش بعيد عن هنا في المنطقه برضه. خلاص يبقى قابلك انا بكره الصبح ونروح انا وانت ندور عليه. اصل امه يا اخويا ليها دين في رقبتي، اخاف يجرى لي حاجه من غير ما ردها لها. امسك دي صوره الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. خد ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوه هنصفره بيها روح امك. ودي ورقه